هاني عبد ربه، زي ما تابعنا مع حضراتكم امبارح فوز الاسماعيلي، اول فوز للاسماعيلي. كابتن حسني عبد ربه كان ليه تصريح قال فيه: لاعبو الدراويش احتاجوا الفوز على سيد البلد في مباراة اليوم حتى تعبر المركب، مؤكدا ان اللاعبين تحلوا بالاصرار والعزيمة. قال حسني عبد ربه انه لاعبو الدراويش احتاجوا الفوز على سيد البلد في مباراة اليوم حتى تعبر المركب، مؤكدا ان اللعيبة كان عندهم اصرار وعزيمة. وقال كمان لابد على اللاعبين ان يبذلوا قصارى جهدهم علشان يصلوا للي هم عايزينه، وان هم يفوزوا طبعا ده بيحتاج لاصرار وعزيمة، وان اللعيبة قدموا كل اللي عليهم في مباراة اليوم، ولابد ان يعود الدراويش لمكانتهم الطبيعية في جدول الدوري. حقق الاسماعيلي طبعا اول انتصار في الدوري الموسم ده علشان يرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكن لغاية اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها هو مازال في قاع جدول الترتيب، وتجمد رصيد الاتحاد السكنتري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة. ده تصريح الكابتن حسني عبد ربه، ولما بقول كده بكون سعيدة قوي، لانه صراحة انه كابتن حسني من بداية الموسم ومن نهاية الموسم اللي فات وهو ورا الاسماعيلي، وهو دايما بتكون تصريحاته قوية، بيشد على اللعيبة، بيحمسهم، بيقول لهم لازم تكونوا عارفين قيمة تيشيرت نادي الاسماعيلي، لازم تكونوا على قدر المسؤولية. مش بس كده، بيوجه كمان كلام كتير جدا 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 كمان للقرارات من قبل مجلس الإدارة. علشان كده بنبارك له، بنبارك للكابتن حسني عبد ربه، ونقول له يا كابتن فعلا عندك حق، الإصرار والعزيمة، فكرة إنه اللعيبة امبارح يكون عندهم إصرار إن هم يفوزوا، يتمسكوا بالفوز في مباراة ما كانتش سهلة أبدا. ما بنتكلم هنا، بنتكلم على ديربي قوي جدا ما بين الإسماعيلية ما بين طبعا إسكندرية، بنتكلم على إنه اللعيبة كانوا مشدودين جدا، سواء إذا كانوا لعيبة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، الكل كان يعني عايز يفوز في المباراة. كابتن حسام حسن طبعا وكان ضاغط جدا على المباراة، وحتى الوقت الإضافي كان في المباراة 8 دقايق، ولكن لعيبة الإسماعيلي تمسكوا بالفوز حتى الدقايق الأخيرة. بنقول لهم ألف مليون مبروك، وهي دي العزيمة، وهي دي روح، وهي دي الإصرار اللي بنتكلم عليه، هو ده اللي بيؤدي لبداية كده بنقول إيه، بصيص من الأمل، بيكون في بريق في البداية علشان تكمل على نفس المشوار، ويكون عندك أمل إن الإسماعيلي يتحسن مكانته في مسابقة الدوري. مش بس يتحسن مكانته، يرجع لمكانته الطبيعيه على فكره. يعني هنا لما احنا بنطلع مع حضراتكم بنكون متضايقين قوي.